رسميا جانب جديد واخر الاخبار اللي عاشوا وعاجوا جدا المتعلقه بكم فريق الرجاء العالمي وفريق وداد الامه. ويلا باش ما نطولش عليكم ندخلوا مباشره في التفاصيل وبالتحديد من الاخبار المتعلقه بفريق الرجاء العالمي وبالتحديد من البطوله الذهبيه اللي خدها البارح فريق الرجاء العالمي. كما شفنا البارح باللي فريق الرجاء العالمي توج لاول مره في تاريخ البطوله الوطنيه ببطوله ذهبيه. وهاد البطوله الذهبيه اللي استلمها فريق الرجاء العالمي في الان هي اول مره كيتوج بها شي فريق في افريقيا. وهنا بداو كيطرحوا بعض الاسئله اللي مهمه ومهمه جدا، مثلا شحال فريق الرجاء العالمي غادي يربح من هذه البطوله الذهبيه. وبكثرة على حساب اخر الاخبار اللي خرجت من عند الاداره ديال فريق الرجاء العالمي، العوائد الماديه ديال البطوله الوطنيه الذهبيه باغا تكون نفسها ديال شي فريق توج بطوله وطنيه عاديه. يعني من تري من ناحيه الفوائد الماديه فما كاينش شي اختلاف كبير، ولكن عاوتاني التتويج باللقب ديال البطوله الذهبيه هي كتعتبر معنويه اكثر من ماديه. على شي بالنسبه لي شخصيا كنشوف لي تتويج فريق الرجاء العالمي ببطوله ذهبيه فبالتالي هذه البطوله هذه غتبقى في خزائن النادي وغادي تسمى اول فريق مغربي توج باللقب ديال البطوله الذهبيه. باش دابا الخبر الموالي واللي متعلق بجوزيف زينباور. رسميا جوزيف زينباور بعد تأهل فريق الرجاء العالمي من المباراه النهائيه ديال كاس العرش خرج بعد المباراه بواحد التصريحات اللي مهمه ومهمه جدا. وقال جوزيف زينباور بالتحديد في هذه التصريحات بلي هذه المباراه هذه اللي لعبها فريق الرجاء العالمي كونتر فريق ميدات وجده كانت واحد المباراه اللي رائعه بكل المقاييس. وزيد عاوتاني اعتبر هذه المباراه هذه بين امتع وافضل المباريات اللي دربهم في المسيره ديالو كلها. وزيد عاوتاني قال جوزيف زينباور بلي هذه النوعيه ديال المباريات اللي عاشها فريق الرجاء العالمي البارح هما افضل المباريات اللي كيبغيهم وكيبغي يعيشهم. على هادشي بالنسبه ليه شخصيا بعد المباراه هذه كانت رائعه بكل المقاييس. وزيد عاوتاني اختتم جوزيف زينباور التصريحات باللي التاهل ديال فريق الرجاء العالمي للمباراه النهائيه ديال كاس العرش فهي واحد الحاجه اللي ايجابيه وايجابيه جدا. وزيد عاوتاني غادي يدير اللي في جهده باش فريق الرجاء العالمي يتوج بهاد البطوله الثانيه. باش دابا الخبر الموالي واللي متعلق برياض بن عياد. رسميا البارح وبعد التالق الكبير اللي داروا رياض بن عياد رفقه فريق الرجاء العالمي اليوم خرجت واحد الاخبار اللي مهمه ومهمه جدا مع الاداره ديال فريق الرجاء العالمي واللي المفاد ديال هاد الاخبار هذه بالتحديد بلي الاداره ديال فريق الرجاء العالمي حاليا غتعمل جاهدا من اجل التعاقد مع الجزائري رياض بن عياد. وزيد عاوتاني على حساب اخر الاخبار اللي خرجت مع الاداره ديال فريق الرجاء العالمي فحاليا وبعد التالق ديال رياض بن عياد رفقه فريق الرجاء العالمي بداو كيشوفوا ركيزه اساسيه في النادي. على هادشي حاليا وبشكل رسمي الاداره ديال فريق الرجاء العالمي غتواصل شخصيا مع الاداره ديال فريق الترجي التونسي باش يدرسوا جميع الحلول باش هاد اللاعب هذا يبقى لفريق الرجاء العالمي في الموسم المقبل. نشوف دابا الخبر الموالي واللي متعلق فريق وداد الامه وبالتحديد مع عند اسامه الزمراوي. رسميا اليوم الاداره ديال فريق شباب المحمديه توصلت شخصيا مع الاداره ديال فريق وداد الامه باش الاداره ديال فريق وداد الامه تدفع المبلغ المالي لاسامه الزمراوي بعد ما تسالت المده اللي دارتها الاداره ديال شباب المحمديه مع الاداره ديال فريق وداد الامه باش فريق وداد الامه تدفع لفريق شباب المحمديه تقريبا 520 مليون سنتيم بعد ما اتفقوا الطرفين باللي فريق وداد الامه غادي يدفع هذا المبلغ هذا ابتداء من شهر 6. وحاليا وبعد ما قرب هذا الشهر هذا فالاداره ديال فريق وداد الامه خاصها ضروري تدفع 520 مليون سنتيم للاداره ديال شباب المحمديه. واذا مشاو ما دفعوش هذا المبلغ هذا في اقرب وقت فالاداره ديال شباب المحمديه غلتجا للجنه النزاعات. نمشيو دابا الخبر الموالي واللي متعلق باحمد تكنوتي. رسميا احمد تكنوتي وبعد ما فك الارتباط ديال رفقه فريق المغرب الفاسي وبعد ما هذا الحارس هذا رجع رسميا اللاعب حر حاليا خرجت بعض الاخبار اللي مهمه ومهمه جدا واللي المفاد ديال هذه الاخبار هذه بلي احمد رضا تكنوتي غادي ينتقل فريق وداد الامه. وزيد عاوتاني على حساب اخر الاخبار كتقول بلي حاليا افضل خيار اللي عند الاداره ديال فريق وداد الامه هما يتعاقدوا مع احمد رضا تكنوتي في هذه الانتقالات الصيفيه، لان اول حاجه كما عارفين بلي فريق وداد الامه كيفتقد حاليا واحد الحارس اللي عنده واحد الخبره اللي كبيره بزاف. وزيد عاوتاني في ظل تراجع المستوى ديال موطي فحاليا الخيار ديال احمد رضا تكنوتي رجع معروض بقوه، خصوصا هذا الحارس هذا كما عارفين بلي عنده واحد الخبره اللي كبيره افريقيا ومحليا، والانتقال ديالو فريق وداد الامه غادي يعطي واحد القوه اللي كبيره بزاف. المهم هادشي اللي كاين من ناحيه اخر الاخبار المتعلقه بكم فريق الرجاء وفريق وداد الامه. ويلا في تلك معكم حفيظ وتهلا.